معانا الاستاذ احمد من القليوبيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه مباركه من عند الله عز وجل من الحب والتقدير والموده والتبجيل لحضراتكم وفريق العمل. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد. مع حضرتكم احمد بحروق قد الجنينه غرب شبرا الخيمه. بالأصل عن نفسي وباسم مشاهدي برنامج لا تعسره بنتقدم لحضرتكم بخالص الشكر والتقدير والاحترام والعرفان بالجميل لنشر حضراتكم القيم بين أفراد المجتمع المصري الذي من شأنه الترابط والتآخي بين جميع فئات المجتمع. شكرا لحضرتك. سؤال حضرتك يا استاذ احمد. السؤال حضرتك، في دلوقتي احد الاشخاص وجد مبلغ مالي كبير على قارعة الطريق، على قارعة طريق غير مأهول بالسكان وإنما بالسيارات المسرعة سرعة غريبة. طيب كيف يتصرف فيها في ضوء شرع الله عز وجل وسنة نبينا الحبيب، وحتى إذا لقى أو وجد أشياء عينية صرف النظر عن المادية؟ أقول لحضرتك أنت قصد حضرتك لو لقى ذهب، لو لقى قطع ذهب أو شيء من هذا القبيل يعمل فيها إيه؟ أنا أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد، لا يستطيع أن يستدل به على أحد. أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد، أولاً الحاجات اللي إحنا بنلاقيها أنواع، الفقه بيقول إن هو أربع أنواع، منها مثلاً الحاجات اللي هي ما تفسدش لو إن هي تركت، أنت في الأساس أنت مخير بين إن أنت تاخد الحاجة أو ما تاخدهاش، إلا إذا كان هتضيع على صاحبها فهتاخدها. هتاخدها بقى في احكام اسمها احكام اللقطه، تتعلق بان انت لازم تعرف ست حاجات عن اللقطه دي، ولازم كمان تعرفها سنه في الاماكن الاماكن اللي بيتجمع فيها الناس ومكان ما انت وجدتها. لكن في اجراء لطيف قوي في الواقع اللي احنا فيه دلوقتي، هو ان انت تاخد الحاجات دي وتذهب بيها الى ايه؟ الى الشرطه. ليه طيب نذهب بيها الى الشرطه؟ وده مهم جدا جدا جدا، ان الذهاب بالحاجه اللي انت لقيتها الى الشرطه بيضمن ان نستطيع ان احنا نصل الى من هو صاحب هذه الاشياء، ويبقى في محضر التسليم بتاع حضرتك في الحاجة اللي انت لقيتها اللي انت محتفظ بان انت اللي انت قمت بده، عشان لو ارادوا انهم يتعرفوا على اي معلومة هيكون ده افضل. فانا نصيحتي في الاشياء الكبيرة اللي زي دي او الاشياء المهمة اللي زي دي ان احنا نروح نوديع عند الشرطة. ليه بقى؟ لأن الفقهاء لما كانوا بيقولوا إن أنت تروح تعرف الحاجة دي سنة في أماكن على أبواب المساجد وفي أماكن التجمعات، كان قصدهم إيه؟ إمكانية الالتقاء بصاحب هذه الأشياء، إن هو يروح يسأل على باب المساجد أو في المكان اللي وقعت منه. إحنا دلوقتي خلاص اللي بتضيع منه حاجة بيروح يبلغ فين؟ بيبلغ في الشرطة. فأنت دلوقتي بتودي اللقطة في المكان اللي ممكن صاحب الحاجة يدور عليها. يبقى انا بقول لحضرتك الحاجات اللي تلاقيها افضل طريقه عندنا في حياتنا المعاصره هو ان احنا نذهب بها الى جهات الامن، الى الشرطه، لان هي التي يمكن ان يجتمع بها صاحب الشيء ده عندما يذهب ويسال عن ما فقده او ما سرق منه. فاذا انا شايف ان احنا نودي المسائل دي الى الشرطه.